السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس علي الوكيل. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع جديد. الموضوع ده هنتكلم فيه إن شاء الله عن أنواع الجنريتورز من ناحية الريتنج تايبس. يبقى الجنريتورز اللي هنتكلم عنها هنتكلم عليها من ناحية الريتنج تايبس. عندنا ثلاث أنواع رئيسية للجنريتورز. اول نوع معانا هو الستاند باي جنريتورز والكونتينوس جنريتورز والبرايم باور جنريتورز. زي ما احنا عارفين ان الجنريتورز دي بنستخدمها استخدامات كتيره في حاله انقطاع الكهرباء بشكل عام، الكهرباء العموميه يعني، او نقدر نقول النورمال باور سبلاي. لما الجنريتور بيكون موجود عندي فبكون مطمن ان في حالة ان الكهرباء الرئيسية او الكهرباء العمومية بتقطع بيكون فيه عندي بديل او سورس اخر. ان شاء الله النهاردة هنوضح الفرق ما بين الثلاث انواع. دايما لما بيكون عندنا مشروع وبنطلب الجنريتور، السبلاير بيسألني الجنريتور ده، او انا بكون عارف في الاول لما بكون بطلب المولد بكون عارف ان الجنريتور ده انا هستخدمه في ايه بالظبط. بمعنى الجنريتور ده انا هل هستخدمه كستاند باي، بمعنى ان انا عندي مشروع فيه نورمال باور سبلاي، في حالة ان النورمال باور سبلاي ده حصل له فيلير او حصل حاجة اسمها الباور اوتج او حصل شات داون في السورس اللي عندي النورمال سبلاي، انا محتاج الجنريتور في الحاله دي عشان يغذي بعض الاحمال المهمه ان انا مش عايز الكهرباء تكون تنقطع عنها. في الحاله دي انا هوصف الجنريتور اللي انا هشتريه من السبلاير هوصفه كستاند باي جنريتور. طيب انا عندي ابلكيشن تاني، هل انا دلوقتي طالع مشروع جديد والمشروع ده لسه ما فيش فيه كهرباء من البلديه او كهرباء من الدوله اللي هي النورمال باور سبلاي او من الشبكة الموحدة، وبالتالي انا عايز مولد يشغل لي الاحمال اللي عندي سواء كانت مكاتب او في بورت كابينتس او في كارفانات موجودة عندي مثلا او كامبل العمال ساكنين فيه، فهل انا محتاج الجينيريتور ده عشان اشغله كسورس؟ يبقى انا هوصف الجينيريتور ده وانا بطلبه من السبلاير كأنه برايم باور جينيريتور، يعني مصدر اساسي للكهرباء. وهكذا يبقى انا من الاول بحدد من الابلكيشن اللي عندي او على حسب المشروع اللي عندي بحدد ان انا هختار الجنريتور ده ستاند باي او برايم باور او كونتينوس. وكمان لما بطلب من السبلاير بيسالني نفس السؤال، بيقول لي انت عايز الجنريتور ده كستاند باي ولا عايزه كبرايم ولا كونتينوس. ان شاء الله زي ما احنا شايفين ان شاء في الفيديو ده باذن الله هنغطي الثلاث انواع ونوضح الفرق ما بينهم. تعال نشوف الاول مكونات الجنريتور. ايه هي مكونات الجنريتور؟ الجنريتور زي ما احنا شايفين دي مكونات الديزل جنريتور. احنا هنا بنتكلم عن الديزل جنريتور من ناحية الفول، الوقود الخاص بالجنريتور يا اما بيكون ديزل او بيكون جازولين او بيكون ناتشرال جاز. تمام، يبقى انا الوقود تبع الجنريتور بيكون مش فقط ديزل. طيب الجنريتور بشكل عام عشان نتكلم من ناحية الكهربائية، الجنريتور بشكل عام هو عبارة عن جزئين، جزء ميكانيكال اللي هو بيكون الانجن والجزء الالكتريكال اللي هو الالترنيتور. يبقى في جزئين، جزء ميكانيكال وجزء الكتريكال، والجنريتور بيحول الالكتريكال بيحول الميكانيكال باور الى الكتريكال باور عكس الموتور. الموتور الالكتريك موتور ده معدة كهربية بتحول الالكتريكال انرجي الطاقة الكهربية اللي باخدها من السورس بيحولها الى ميكانيكال انرجي طاقة ميكانيكية اللي هي بتطلع على الحمل على حسب الابليكيشن، سواء كنت مشغل الموتور ده مثلا مشغله كفانة او ممكن مشغله كبامب او مشغله مثلا كاليفيتور او ليفت او هويست على حسب الابليكيشن، او اسكليتور ايا كان على حسب الابلكيشن اللي عندي او بشغل بيه مثلا زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات واحنا بنتكلم عن الكنترول الخاص بالموتورز
واتكلمنا عن الفي اف دي والفي اس دي، اتكلمنا على بعض الابليكيشنز للموتورز، وان شاء الله هندرس باذن الله مع بعض او هنشرح مع بعض ان شاء الله انواع الموتورز بالتفصيل. المهم في الشكل اللي قدامنا، هنرجع تاني للجنريتور. الشكل اللي قدامنا رقم واحد او الايتم رقم واحد بي هو الانجن، وقلنا الانجن ده اللي هو الجزء الميكانيكال اللي بيحول اللي بيديني الطاقه الميكانيكيه، والانجن ده قلنا بيشتغل بالديزل او ناتشرال جاز او بيشتغل بالجازولين. رقم اتنين اللي هي الكنترول بانل، الكنترول بانل دي الجزء الخاص بالكنترول للجنريتور، اقدر من خلاله اعرف الاوتبوت فولتج، اعرف الاوتبوت كارنت، اعرف الفريكوانسي. وكمان الكنترول بانل دي ممكن هي بتكون حلقه الربط مع البي ام اس، بعمل عن طريقها الانترفيس مع البي ام اس. رقم ثلاثة اللي هو البيس فريم، الجزء القاعده تبع قاعده الجنريتور، تمام. رقم أربعة اللي هو الرادياتور اللي هو المبرد، بيبرد الجزء الميكانيكال اللي هو موجود في الجنريتور. رقم خمسة الالترنيتور اللي هو يعتبر بالنسبه لنا احنا مصدر الكهرباء. رقم ستة الفول سيستم، نظام الوقود، وزي ما احنا قلنا بيكون يا اما ديزل او جازولين او بيكون ناتشورال جاز. رقم سبعة اللي هو اللابريكيشن سيستم، نظام عمليه التبريد اللي هو بيكون فيه زيت عشان عمليه التبريد للاجزاء الميكانيكيه المتحركه زي السلندرز او البيستونز اللي موجوده في الجنريتور. رقم 8 اللي هو الفولتج ريجوليتور، وده بيكون منظم جهد عشان اتاكد من الاوتبوت فولتج اللي هو بيكون مثلا لو انا مشغله لو فولتج بيكون مثلا 400 فولت، تمام. وكمان الفريكوانسي في حاله ان انا مشغله 50 هرتز او 60 هرتز كمان بيعمل لي سيتنج او ريجوليشن، بيعمل لي ريجوليشن للفريكوانسي اللي طالع من الجنريتور. رقم 9 اللي هو الاكزوست سيستم، نظام اللي هو العادم الناتج عن عمليه الاحتراق. طيب احنا عرفنا انواع الجنريتورز من ناحيه الريتنج، ثلاث انواع عرفنا معرفه مبدئيه، وعرفنا مكونات الجنريتور. نظريه شغل الجنريتور في عجاله، الجنريتور زي ما احنا قلنا بيكون الجزء الميكانيكال بيتربط على الجزء الميكانيكال ده اللي بيدور، بيتربط عليه كويلز ملفات او وايندنج، والملفات دي ممكن احط عليها في بعض الجنريتورز ممكن احط عليها بيكون فيها البيرمننت ماجنت، مغناطيس طبيعي دائم. المغناطيس ده بدوره عن طريق الانجن المحرك الميكانيكي ده، بينشأ عن المغناطيس ده ماجنتيك فيلد، مجال مغناطيسي. بعمل حاجه اللي هو الالترنيتور او الاستيتور، الجزء الثابت ده بوزع فيه من جوه او بلف فيه، بحط فيه تلات ملفات من جوه ما بينهم من بعض زاويه 120 درجه، وباخد اطراف الكويلز دي بطلعها بره على قاطع رئيسي موجود في الجنريتور اللي هي الثري فيزز اللي عندي. مجرد ما اشغل الجنريتور المحرك عن طريق طبعا الاحتراق، بيشتغل الجزء الميكانيكي ده، وبالتالي بيدور كمان معاه الماجنتيك فيلد بسرعه بنسميها سرعه السينكرونس سبيد. السرعه دي او الماجنتيك فيلد ده بيقطع ملفات الاستيتور او ملفات الالترنيتور، وبالتالي عن طريق قانون فرادي بيتولد انديوسد فولتج، وبالتالي بتولد كارنت، وبقدر ان انا اخد زي ما قلنا الاطراف دي بطلعها بره على قاطع رئيسي. القاطع الرئيسي ده باخد منه كابل او باسوي ايا كان وبوصله على المين او الامرجنسي بانل، بطلعه على لوحه عندي بره. طبعا ده في حاله ان انا لو مثلا كنت مشغله ستاند باي هربطه معايا تي اس زي ما هنشوف دلوقتي، او بطلعه على المين ديستريبيوشن بورد اللي هي اللو فولتج لو كان عندي، لو كنت مشغله برايم كسورس اساسي وهيغذي مجموعه من الاحمال. طيب تعال نشوف توصيل الجنريتور لو انا هشغله ستاند باي. لو انا هشغل الجنريتور اللي عندي ده ستاند باي، دايما وابدا هتلاقيه عندك في المشروع في حاجه اسمها اي تي اس، ودايما الاي تي اس بتلاقيه موجود مع الجنريتور. لو لقيت جنريتور ستاند باي لازم تلاقي معاه اي تي اس، ولو لقيت اي تي اس يبقى تعرف متاكد ان هيكون معاه جنريتور. طيب التوصيله تبع الاي تي اس باختصار بيكون الاي تي اس ده اوتوماتيك ترانسفير سويتش، عباره عن بانل ليها ثلاث قواطع او تو سيركت بريكرز. اول سيركت بريكر بيكون مربوط على المين سبلاي، المين سبلاي ده اللي هو خاص بالنورمال باور سبلاي، في المشاريع عندنا بيكون مثلا الترانسفورمر.
ترانسفورمر بيدي ام دي بي اللي هي المين ديستريبيوشن بورد، والمين ديستريبيوشن بورد بيكون فيها قاطع رئيسي طالع مغذي الاي تي اس. وجنريتور زي ما قلنا بناخد كابل من القاطع الرئيسي للجنريتور بنوصله على الاي تي اس. طبعا بيكون السورس بيكون الاوتبوت بالنسبه للاي تي اس رايح على الاي ام دي بي اللي هي الامرجنسي مين ديستريبيوشن بورد، ومنها بيطلع على الاحمال احمال الامرجنسي اللي انا عايز اغذيها في حاله الايه انقطاع التيار الكهربي الرئيسي او النورمال، عايز ان الاحمال دي ما يفصلش عنها الكهرباء، وبالتالي هي اللي بتكون متوصله على الاي ام دي بي. طريقه العمل باختصار، في حاله شغل الترانسفورمر النورمال باور سبلاي اللي تي اس بيكون فيه زي سينسينج لاينز بيحس بان الكهرباء الرئيسيه موجوده، وبالتالي بيكون فيه انترلوك فبيفصل القاطع اللي هو الخاص بالجنريتور. وانس ان حصل باور فيلير او حصل باور اوتج فصل الترانسفورمر نتيجه لحصل عطل نتيجه الاوفر هيتنج نتيجه الشورت سيركت اللي هو فصل الترانسفورمر، وبالتالي كده النورمال باور سبلاي ما عنديش كهرباء، وبالتالي مباشره بيدي الاي تي اس سيجنال للجنريتور بيشتغل الجنريتور. مجرد ما يشتغل الجنريتور بيطلع الاوتبوت فولتج، بقيس عن طريق الفولتج ريجوليتور بينظم الجهد، بشوف الجهد الاوتبوت اللي عندي لو كان 400 والهرتز اللي عندي سواء 50 او 60 مظبوط على حسب الشبكه اللي انا او الاحمال او المنطقه اللي انا موجود فيها، خلاص اتاكدت ان الفولتج والفريكوانسي تمام. في الحاله دي الاي تي اس بيوصل القاطع الرئيسي للجنريتور، والجنريتور بيطلع اوتبوت ومباشره بيوصل على اللود. العمليه دي بتستغرق مثلا 10 ثواني او 20 ثانيه او 30 ثانيه. تمام. طيب عايزين نعرف دلوقتي الفرق ما بين الثلاث انواع اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الاساس في الفيديو ده، اللي هم اللي قدامنا دول الثلاث انواع سواء كان ستاند باي او برايم او كونتينوس جنريتور. تعال نتكلم عن اول نوع اللي هو الستاند باي باور جنريتورز. الستاند باي باور جنريتورز زي ما قلنا واتكلمنا من شويه ان ده في حاله ان انا عايز جنريتور يكون عندي او سورس موجود عندي في المنشاه اللي عندي، سواء كانت المنشاه دي هوتيلز فنادق او ايربورتس مطارات او مثلا هوسبيتالز مستشفيات، او مثلا عندك بتكون في بعض الاوقات مولز تجاريه، او مثلا بيكون مثلا ريال ستيشنز محطات قطارات وكده. المهم في المنشاه اللي عندي انا عايز يكون بديل للكهرباء الرئيسيه، عايز او عندي بعض الاحمال ما ينفعش افصل عنها الكهرباء، في الحاله دي هستخدم الستاند باي باور جنريتور. يبقى ده هتلاقيه في معظم الابلكيشنز او معظم المنشات اللي موجوده هتلاقي فيها النوع ده مستخدم اللي هو الستاند باي باور جنريتور. طبعا بنرمز له اختصارا بالاي اس بي اللي هي الامرجنسي ستاند باي باور ريتنجز. الجنريتور ده باختصار بيقول لك جنريتور ريتد فور ستاند باي باور شوت بي اونلي يوزد ان ترو امرجنسي سيتويشن، يبقى انا هستخدمه في حاله الامرجنسي فقط، في حالة الامرجنسي اللي هو النورمال سبلاي حصل له فيلير. طيب بعدين بيقول لك اند نيفر ان بارل وذ يوتيليتي لاينز، يعني النوع ده من الجنريتورز بوصلوش ان بارل مع الشبكه اللي عندي، يعني النوع ده مش هو النوع اللي بيكون شغال في المحطات التوليد. تمام، ما ينفعش اربطه عندي على الشبكه. طيب الستاند باي جنريتور شاد بي ران فور نو مور ذان 200 اورز بير يير، يبقى انا بشكل عام ما ينفعش اشغل الجنريتور اللي هو الستاند باي ده ما اشغلوش ازيد من 200 ساعه في السنه. And an average load of 80% the rated maximum output. وبشغله هشغله اقصى حاجه 200 ساعه في السنه، ويكون يفضل يكون عن 80% من الماكسيمم لود او الماكسيمم اوتبوت للجنريتور. تمام كده؟ طيب النوع الثاني اللي هو البرايم باور جنريتورز، البرايم رانينج باور ريتنج. النوع ده من الجنريتورز بيكون زي ما قلنا عباره عن سورس، تمام، بيكون بستخدمه كسورس للكهرباء. ده في حاله مثلا لو انا زي ما قلنا كده عندي مثلا مبنى، وليكن مثلا انا ساكن في بنيت بيت بعيد في الصحراء ومفيش فيه هناك كهرباء، كهرباء الدوله مش موجوده اللي هو النورمال باور سورس مش موجود. في الحاله دي ممكن اجيب لي مولد على حسب الاحمال اللي عندي واحطه في البيت ويفضل شغال 24 ساعه. في الحاله دي ما ينفعش اجيب ستاند باي جنريتور، لازم اجيب البرايم باور جنريتور. مش عايزين نقول برضو او الناس تفهم من كلامنا ان انا بتكلم على في حاجه اسمها مصنع بيصنع ستاند باي جنريتور بس، ومصنع تاني بيصنع البرايم باور جنريتور،
وبيبقى مكتوب عليه ستاند باي جنريتور او مكتوب عليه برايم باور جنريتور، مفيش الكلام ده، هو جنريتور واحد بيطلع بيصنع، ولكن انا لما بستخدمه كستاند باي في الحاله دي لازم اخد بالي ان انا اشغله على 80% من اللود اللي عندي من الماكسيمم اوتبوت. تمام؟ ففي الحاله دي وانا بحسب حساباتي اعمل حسابي ان انا مثلا لو انا عندي الاحمال اللي عندي 800 كيلو وات، اطلب مثلا جنريتور 1000. احنا لسه هنتكلم عن السايزنج، هي ما بتبقاش كده بالظبط، هو طبعا في مجموعه من الفاكتورز الثانيه بختارها وانا بعمل سايزنج للجنريتور، ولكن انا بدي مثال بسيط يعني. فبالتالي بشغله لو انا عندي احمال 800 بختار 1000، يبقى انا فعليا الجنريتور ده شغال على 80% من الماكسيمم اوتبوت تبعه. خلاص ده معنى الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، انما هو جنريتور عادي ولكن على حسب الاستخدام، هو بيكون كاتب لك على في الكتالوج تبع الجنريتور، كاتب لك لو انت هتستخدمه بيديك مثلا جنريتور 1000 كيلو فولت امبير او كيلو وات. تمام؟ الجنريتور طبعا زي ما احنا عارفين بيكون الريتنج تبعه يا اما بالكيلو وات او بالكيلو فولت امبير. الكيلو وات الجزء الخاص بالميكانيكال، والفولت امبير الخاص بالالترنيتور. على عكس طبعا الترانسفورمر الريتنج تبعه بتكون بالكيلو فولت امبير فقط لا غير. طبعا الموتورز بيكون بالكيلو وات او اللي هي الهورس باور. تمام؟ طيب يبقى احنا عرفنا ان الجنريتور هو واحد، ولكن على حسب الابلكيشن انا بشوف انا هقدر استفاد باور قد ايه من الاوتبوت باور للجنريتور، وبالتالي دي بتحدد عليها بناء عليها النوع جنريتور سواء كان برايم او كونتينوس او ستاند باي. البرايم رانينج باور ريتنج، الجنريتورز ريتد فور برايم رانينج باور كان بي ران 24/7 24/7 معناها 7 ساعات في ال 24 ساعه في اليوم بليله بشغله 7 ساعات فقط at near maximum load، بشغله 7 ساعات من ال 24 ساعه عند الماكسيمم لود. يوجوالي هوفرنج اراوند 80% maximum capability، ولكن بشكل عام بيكون شغال عن 80% من الماكسيمم كابابيلتي تبعه او الماكسيمم اوتبوت. ان رير اوف اوفرلود سيتويشنز، في حالات نادره بيشتغل اوفرلودد، البرايم باور جنريتور سيت كان هاندل لودز اوف 10% اوفر ذير ريتد اوتبوت. يبقى انا اقدر الجنريتور ده البرايم باور جنريتور ممكن ان هو يعمل له اوفرلود، احمله تحميل زائد بنسبه 10% من الريتد للجنريتور. تمام؟ ولكن الكلام ده بيكون لفتره قد ايه؟ so long as it is not overloaded for more than 1 hour in 12 span، يعني كل 12 ساعة أشغله ساعة واحدة overloaded بنسبة 10% or 500 hours per year أو 500 ساعة في السنة with proper maintenance. لو أنا أشغله 500 ساعة في السنة وممكن في ال 500 ساعة دول بيكون overloaded في السنة كلها، يبقى الجنريتور ده يفضل ان يكون فيه صيانه دوريه في periodic maintenance. There is no cap on how many hours you may operate. مفيش حد معين او سقف معين بيقول لك ان انت تشغل البرايم باور جنريتور ده كام ساعه. تمام؟ يبقى انا اقدر اشغله continuously على مدار السنه، ولكن اخد بالي ان هو بيشتغل عن 80%، ولو حصل له اوفرلود ماكسيمم 500 ساعه في السنه كل 12 ساعه وكل يوم بليله 24 ساعه ساعتين فقط اوفرلود. تمام؟ هو يقدر يتحمل الاوفرلود ده، وطبعا تكون نسبته 10%. تعالوا النوع الثالث نتكلم عنه اللي هو الكونتينوس جنريتورز، الكونتينوس اوبريتنج باور ريتنج سي او بي. الكونتينوس جنريتور ده خير مثال عليه. احنا عرفنا المثال الخاص بالستاند باي اللي هي كل الجنريتورز اللي موجوده عندنا في المشاريع وفي المنشآت، ان انا لما بقول ان انا عندي بعض الاحمال مش عايز عنها تفصل الكهرباء حتى لو النورمال باور سبلاي سقط، يبقى انا عندي بديل كهرباء اقدر اغذي بيه الاحمال دي. تمام؟ زي مثلا على سبيل المثال الاليفيتورز مثلا، لو النورمال باور سبلاي عطل والاليفيتور مثلا موجود في دور من الادوار وما كانش فيه يو بي اس تنزله للدور اللي تحت منه، في الحاله دي يفضل يشتغل على الامرجنسي سورس او الامرجنسي جنريتور. طيب
عندي مثلا زي البرايم باور جنريتور زي ما حكينا قلنا خير مثال عليه، او لو انا عندي مكان بيت او كامب، او عندي مثلا مجموعه من المكاتب في مشروع ما وما كانش فيه باور سبلاي، نورمال باور سبلاي متوفر في الحاله دي، ان انا اجيب مولد يشغل الاحمال كل المكاتب اللي موجوده عندي، او مثلا لو كان كامب العمال بشغله بالكامل، او كومباوند مثلا ممكن يكون في بعيد عن النورمال باور سبلاي، في الحاله دي ممكن احط مجموعه من الجنريتورز تغذي كل الكومباوند ده. طيب الكونتينوس جنريتور خير مثال على الكونتينوس جنريتور، بيكون الجنريتور اللي انت بتشوفه عند الموبايل ستيشن، محطه الموبايل المحمول. محطه المحمول دي دايما بتلاقيها ممكن في قلب الصحراء او على جبل، في الحاله دي بيحطوا بتلاقي كده الشركه، شركه المحمول حاطه تو سيت او تو جنريتورز بيشتغلوا مع ما بينهم، بيكون ما بينهم من بعض بيشتغلوا الترناتيف بالتبادل مع بعض، كل جنريتور بيشتغل فتره والتاني بيفصل، وشغالين باستمرار فتره كبيره، والناس تبع الشركه بتروح كل فتره تعمل لهم صيانه. الكونتينوس جنريتور تعال نشوف ايه هو. البرايم اند كونتينوس باور ريتنجز ار فيري سيميلار، يبقى من اول جمله قدامنا ان بيقول لك ان الكونتينوس مع البرايم شبه بعض. طب ايه هو الفرق؟ هاويفر مع ذلك كونتينوس باور ريتنجز دونت الاو فور فارينج لودز اور اوفر لود كابابيلتي. يبقى انا عندي اول فرق ظهر ما بين الكونتينوس والبرايم، هو اول قال لك اول حاجه ان هم شبه بعض، هم فعليا شبه بعض، ولكن اول اختلاف ان انا ما اقدرش استخدم الكونتينوس جنريتور مع احمال فارينج لودز، مع احمال متغيره، زي ما قلنا في المثال اللي قلناه على الكونتينوس جنريتور لو بيشتغل مع محطات المحمول تمام، بيكون الحمل عندها فيكسد ثابت، وبالتالي ما عنديش مشكله ان انا استخدم الكونتينوس جنريتور. اما لو عندي احمال في كومباوند مثلا او كامب والاحمال دي متغيره كل شويه، الاحمال بتزيد وبتقل بتزيد وبتقل، في الحاله دي ما اقدرش استخدم الكونتينوس، لازم استخدم البرايم. كمان a generator rated for continuous power can be run for an unlimited number of hours per year. كمان الكونتينوس اشغله عدد ساعات لا نهائيه في السنه، او اشغله 24 ساعه كل يوم كامله. طيب ايه المشكله؟ but not as close to maximum capability as a prime power generator. ما ينفعش اشغله قريب من الماكسيمم كابابيلتي. امال اشغله عند نسبه كام؟ they should be run at about 70% of maximum rating on average. يعني بشغله على 70%. يبقى الكونتينوس جنريتور هتلاحظ ان هو اقل واحد بيشتغل. تمام؟ اقل جنريتور بيشتغل عندي نسبه من الماكسيمم اوتبوت تبعه على 70%. البرايم قلنا 80 وممكن اشغله فتره اوفرلودد كمان، وممكن اشغله 7 ساعات في خلال اليوم كامله اشغله على الماكسيمم باور. الستاند باي بيشتغل عن 80% هو كمان. طيب يبقى ده ماكسيمم 70% عند الماكسيمم ريتنج اون افريج اند نيفر اوفرلودد. ده ما ينفعش الكونتينوس جنريتور ما ينفعش تعمله اوفرلودد نهائيا، اخره يشتغل على 70% وما فيش عدد ساعات معين في السنه. تمام؟ طب تعال نوضح الفرق الثاني كمان، كونتينوس اور برايم. لو انا عندي ابلكيشن، عندي مجموعه من الاحمال وعايز يا اما قلنا الباور جنريتور كبرايم او ككونتينوس، الاثنين قريبين من بعض. طب ايه الفرق الجوهري؟ بيقول لك الباور جنريتورز ار بيتر فور، البرايم باور جنريتورز ار بيتر فور كونتينوس يوز. يبقى انا لو عندي احمال زي كامب او كومباوند او مجموعه مكاتب عايز اشغلها حمل معين عايز اشغله باستمرار 24 ساعه، في الحاله دي ان انا اختار الباور البرايم باور جنريتور افضل من الكونتينوس، لان الكونتينوس بيشتغل على احمال ثابته وصعب ان انت تلاقي حمل ثابت، الحمل دايما بيكون متغير، ففي الحاله دي اضطر ان انا استخدم البرايم جنريتور. تمام؟ especially when varying or variable loads or overload situations might be present. لو كان في احتماليه ان يكون في فارينج في اللودز، تغير في الاحمال او اوفرلودد، في الحاله دي لازم هكون استخدم البرايم باور جنريتور. essentially برايم باور جنريتور can be used for any application that needs a reliable source of prime power. يبقى بيفضل لو انت عندك اي ابلكيشن عايز حمل، عايز جنريتور يغذي لك الاحمال دي بشكل يكون ريلابل معتمد عليه، كسورس معتمد عليه وسورس يكون ثابت، يبقى يفضل مش سورس ثابت كباور فيكسد باور نوع، مش قصدي كده، انا قصدي ان الجنريتور هيكون اختيار
سليم ان انت تشتغل بالبرايم باور جنريتور او الاختيار الانسب للحمل اللي عندك. كده احنا عرفنا الفرق ما بين الثلاثه جنريتورز من ناحيه الريتنجز، سواء كان ستاند باي او كونتينوس او برايم باور جنريتور. ان شاء الله عز وجل احنا بقينا في الجنريتور اللي هو هاو تو سايز جنريتور، ده هيكون في فيديو جاي ان شاء الله، مش اللي جاي على طول، ممكن نتكلم في موضوع تاني، ولكن عشان نغطي جنريتور لازم نتكلم على هاو تو سايز جنريتور. كان معاكم المهندس علي الوكيل، احنا كده خلصنا الفيديو. ان شاء الله لو في اي حد عنده استفسار ممكن يبعت لنا في التعليقات وان شاء الله ارد عليه. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.